رفع إجراءات الحجر الجزئي عن 19 ولاية، وهي كالآتي: سوق أهراس، تيسمسيل، الجلفة، معسكر أم بواقي، باتنا، بسكرة، خنشلة، المسيلة، شلف، سيدي بلعباس، برج بورريج، ورقلة، بشار، قسنطينة، سطيف، أضرار، الأغواط والوادي، مع تمديد الحجر الجزئي لمدة 30 يوما على 10 ولايات المتبقية. الحجر الجزئي من 11 ليلا إلى 6 صباحا. وشكرا.